مع استمرار سلسلة التعازي التي يتلقاها الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري بعد الإعلان عن خبر وفاته، انضم رشيد الوالي إلى الوجوه البارزة التي نعت روح الفقيد، وذلك عبر تدوين له عبر صفحته الرسمية على منصة الانستغرام جاء فيها: صلاح الدين في آخر لقاء به في حفل توزيع جوائز دير الديك على الجمعيات الفائزة السبت الماضي. صلاح رجل القدوة في الأخلاق والانضباط واتخاذ كل الاحتياطات من أجل عدم الإصابة بالعدوى، لكنها إرادة الله. كان نجما بلا منازع خلال الحجر الصحي وكسب عطف ومحبة وقلوب المغاربة، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان. أكتب هذه السطور وأنا أعود لكي أتأكد من أنها ليست بإشاعة لكنها الحياة. رحم الله كل موتانا وموتى المسلمين، وعزائي لعائلته وزوجته وأصدقائه وزملائه وكل محبيه. هكذا علقت لطيفة رأفت على وفاة صلاح الدين الغماري: ما آلمني هو أنه هاتفني البارحة ودعا لي. إليكم التفاصيل. كباقي النجوم المغاربة، أعربت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن صدمتها فور انتشار خبر وفاة الإعلامي والصحفي المتميز صلاح الدين الغماري. وقد كشفت الفنانة رأفت عبر حسابها الرسمي في موقع الانستغرام عن مهاتفة للراحل لها قبل يوم من وفاته من أجل الاطمئنان على صحتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت لطيفة: تغمدك الله بواسع رحمته أخي صلاح الدين، اللهم ارحمه وألهم ذويه وكل من أحبه في الله الصبر والسلوان. ما آلمني هو سؤاله عني ودعواته لي بالصحة. هاتفني البارحة للاطمئنان عن صحتي. الحمد لله الحمد لله يا رب، أنت أعطيت وأنت أخذت، إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. وقد خلف خبر وفاة الإعلامي صلاح الدين الغماري حزنا عميقا في نفوس المغاربة وصدمة كبيرة بين زملائه وأقربائه. فمنذ ليلة أمس الخميس للجمعة عاش المغاربة حالة من الحزن بعد إعلان وفاة الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري عن عمر ناهز 50 سنة إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به. وقد توفي صلاح الدين الغماري مساء يوم الخميس 10 دجنبر 2020، وكانت قناة دوزم أول من أعلنت خبر وفاة الإعلامي المغربي بمنشور على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك، وتغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر جاء فيها: ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة